بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الزول الزول في الاول خالتي اخواتي في قناتكم حلويات اليانا اليانا كاتو. اليوم ان شاء الله اخواتي راح اشارك معكم عسل المقروط. اخواتي عسل المقروط مهم جدا، ماشي اي عسل نسقوا به المقروط. لماذا؟ لانه بزاف اللي يقولوا لي العسل يتصوف لنا، من بين اسباب انه العسل يتصوف هو من بين المقروط يتصوف هو لا كاليتي تاع العسل اللي خدمته بها. انتبهوا معايا وان شاء الله راح نعطيكم ملاحظات جد مهمه. وهذا العسل ساهل ماهل من اروع ما يكون. انتبهوا لي للملاحظات راح نمدهم لكم. اليوم راح نخدم لكم ان شاء الله بكيلو سكر. بسم الله راح نبدا. وهنايا راني جبت لكم هنايا هنا نوزن معكم كيلو سكر. وزنوا كيلو سكر. اللي حابه تخدم جوج كيلو ضعف المقادير، ضعف كامل الخطوات اللي راني نديرها. هذا الكيلو تاع السكر هنايا روح نحي منه نص كاس تاع سكر. الكاس تاع 220 مليلتر هنا، ها هو الكيلو. نروح نحي من ذاك الكيلو نص كاس سكر. هذاك النص كاس تاع السكر اللي راح نحيه راح نعمل به كراميل. راكم شايفين اي كاس عندكم تاع 220 مليلتر، حتى وان كان 240 عادي جدا، يعني دو نص كاس فقط ماشي مشكل. النتيجه راح تخرج راح تخرج. خدموه كراميل، ادوه فوق النار وخدموه كراميل. دوك نوري لكم كيفاش. شوفوا هنايا راني نسرع لكم حتى يرجع كراميل. من الاحسن يرجع كراميل داكن باش يخرج العسل تاعكم لو نتاعو داكن. بعد ذلك راح نصب عليه زوج كيسان تاع ما يغلي ونحرك مليح 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 حتى يذوب ذاك الكراميل. لازم تنتبهوا بزاف لهذه المرحله. بعد ذلك كي نحس بلي الكراميل تاعي ذاب نروح نجيب ذاك السكر اللي بقالي ونصبه فوق هذاك هذا اللي ذاب هنا. ها هو هذا السكر راح نجيبه ونصبه هنايا. المهم يكون الكراميل كامل هذاك ذاب. نستناو حتى يذوب تماما، ما تقلقوش هذيك راح يخسر لكم الوصفه. ونقعد نحرك نحرك حتى يذوب تماما السكر. لازم يذوب تماما ما يبقى فيه والو. ها هو شتو كيفاش انا راني. شوفوا هنايا تحسوا باللي خلاص رجع سائل سائل، ما فيهش دوك الحبيبات تاع السكر. روح نجيب قطعه صغيره قد قطعه الحمص تاع الشب نضيفها له. اذا ما عندكش الشب زيدي حمض الليمون. اللي تحب الحاجه طبيعيه ضيف قطعه صغيره تاع الليمون الطبيعي. ومن بعد شاهي المرحله الاخيره. هنا شوفوا تبداو تشوفوا اللي بدا يدير في الرغوه من الفوق. تستنداوه يعني مرحله الفوران. كي تحسوا باللي فار مليح وبدا يحبس ذاك الفوران ثم حبسوا، يعني صرا تفاعل بين العسل وبين ذاك الشب باش ما يتسكر لكمش. بالنسبه للجماعه اللي تقول لي العسل تاعنا منين ذاك يتسكر، خواتاتي غير تسيبوا لتحت السكر عاودوا ذوبوه فوق النار عادي في الشتاء حتى العسل الحر ويتسكر ما كان حتى مشكل. يعني عاودوا جبدوه فقط فوق النار وذوبوه عادي جدا واستخدموه. هنا هذه هي مرحله الفوران. خواتاتي الملاحظه اللي حبيت نعطيها لكم في المقروط عليه تصوف، لانه كاين جماعه كبيره راهي تخدموا بالشربات وهذاك خطا خطا خطا. هذيك الشربات فيه كميه كبيره تاع الماء وما فيهش ذا الكراميل وهذه التقنيه. اذا راح يكون الداخل كيشغل اوميد كيشغل فيه الماء، هذاك اللي تعاون في التعفن. والحاجه الثانيه اللي تعاون باش كيف نقولوا يصوف المقروط هو انه ما طيبتيهش مليح. والحاجة الثالثة ثاني اللي حبيت نمدها لكم اخواتاتي، المقروط من الأحسن تحافظوا عليه في المجمد، راح يعني تحافظوا عليه أحسن فأحسن. نقول لك حبيبتي إن شاء الله كل استفدتي، دمتي متألقة، دعاكم لهنا التلويث، أرسم ليليس.